السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. سمحوا لي على الغبره. اليوم غادي نقدم لكم بسبوسه كتجي ناجحه 100%، واللي دقها عندك هيطلب لك المقادير ما فيهاش. يلا خليكم معايا، كما كتشوفوا هذا الشكل ديالها، خليكم معايا نوريكم المقادير. نبداو ببركه الله. بالنسبه للمقادير تاع البسبوسه، غادي نحتاج جوج سكر فاني، جوج خماره فئه 8 غرام، جوج دانون فاني، من الاحسن يكونوا كريمي من هذا النوع، هذا حيت هذا كيكون فيه لوكو باين ومجهد تاع الفاني. غادي نحتاج السميد الرقيق، انا نوريكم دابا المقادير. السميد نحتاج جوج كيسان، الكوك غنحتاج منه كاس تاع زيت المائده وقشره الحامض، وغادي نحتاج كاس من السنيله، سكر سنيله. غادي ناخذ واحد البول باش نخلط العناصر، غادي نوضع فيها البيض الا كانوا كبار استعملوا غير جوج فقط، انا ما عنديش كبار بزاف، غادي نستعمل ثلاثه. بالنسبه للمقادير هنعبرهم بالكاس تاع دانون، هاد البسبوسه راه كتجي رائعه، كننصحكم انكم تجربوها، ما غاديش تندموا. كتجي خفيفه ومن الداخل كتجيش مدقصه. غادي ناخذ كاس تاع سكر سنيده، كأس من الزيت، كأس من الكوك، سمحوا لي تقطع لي الفيديو. هاني من بعد ما وضعت جوج كيسان السميد، غادي نضيف دابا الخمارات، وغادي نوضع قشرة الليمون، صافي هي البسبوسه تاعي وجدات. هناخذ دابا واحد المول تاع الزاج، من بعد ما دهنتو بالزبده غادي نرش عليه السميد، غادي نفرغ فيه الخليط ديالي، بهالطريقه هادي صافي. دابا غادي ندخلها الفران، كل وحده خلاص عارفه القياس تاع فرانها. غادي ندخلو الفران ونتسنى عليها حتى طيب، وغادي نوجد معكم السيرو اللي غادي نسقي به البسبوسه. بالنسبه للسيرو اللي نسقي به البسبوسه، فعندي هنا جوج برتقالات غادي نعصرهم وناخذ العصير ديالهم، وغادي نوضعو في الكاترونه مع تقريبا كاس تاع الماء ونصف كاس تاع سنيده، وغنخليهم يطبخوا مزيان، ومن بعد غادي نسقي به البسبوسه ديالي. هذه
هذه هي البسبوسه تاعي من بعد ما طابت وخليتها بردات تماما. بالنسبه للسيرو ها هو وجد مازال سخون. الا كانت البسبوسه سخونه خص السيرو يكون بارد، والا كان السيرو سخون خص البسبوسه تكون بارده. غادي نثقبها شويه هكا. وغادي نفرغ عليها السيرو. وبالنسبه للتزيين انا نستعمل الكوك. بهذا الشكل هذا صافي، وبهكا كتكون البسبوسه تاعي واجده كما كتشوفوا. هاني غادي نقطعها ونوريكم الشكل تاعها ملي كتقطع. كما كتشوفوا هذه هي البسبوسه تاعي من بعد ما وجدات، كتجي على الشكل هذا كما كتشوفوا، كتجي رطبه وهشيشه وبنينه. كنتمنى انكم تجربوها وتقدموها لحبابكم بالصحه والراحه. يلا تهلاو فراسكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.